الآن راح ننتقل معكم مباشرة إلى قصر المشرف في العاصمة أبوظبي، حيث يستكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى جانبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يستقبلان أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مع سموهم التهاني والتبريكات يرفعونها هانئة مباركة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يرفعون أسماء آيات التهاني والتمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ومعهم أبناء الإمارات، دعينا المولى عز وجل أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعز بحكمة واقتدار على النهج الذي يعزز ركائز نهضة وطننا الغالي والبيت الإماراتي الكبير المتوحد الذي يجمعنا تحت مظلته في إطار من المحبة والوفاق والوحدة والتضامن. استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر المشرف بالعاصمة أبوظبي، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. يتبادل الجميع التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والمقيمين على أرضها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا نعم الرخاء والأمن والازدهار في ظل قيادة راعي مسيرتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات يحفظهم الله ويرعاهم، يواصلون
مجتمعين في بيتهم المتوحد الإمارات استقبال أبنائهم أبناء الإمارات الذين يتوافدون منذ الصباح الباكر بعد أن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك مهنئين مباركين بحلول هذه المناسبة. الإمارات القيادة والشعب قلب واحد، علاقة فريدة ينحني العالم احتراما لها. فمنذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت أبوابها مفتوحة أمام الجميع، وكانت أبواب شيوخنا وحكامنا مفتوحة أمام أبناء شعبهم، يتحاورون يتشاورون ويستمعون إلى كل ما من شأنه أن يرتقي بالوطن، وهم يخوضون مرحلة البناء الفريدة. وهكذا تعلمنا من زايد ومن إخوانه المؤسسين رحمهم الله بواسع رحمته، تعلمنا مبدأ أن المسؤول يجب أن يتلمس احتياجات أبناء شعبه ميدانيا وليس عبر التقارير. وهكذا سار أصحاب السمو شيوخنا وقادتنا، ساروا على نهج زايد الخير، فكانوا وما زالوا يجوبون المناطق جميعها أينما حط رحال ابن الإمارات في وطنه، وصلوا إليه وأوصلوا الخير إليه. نهج الآباء نفسه اختطه الأبناء، فصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على اتصال يومي بأبناء شعبه، خليفة والحكام حفظهم الله وضعوا نصب أعينهم مصلحة المواطن في المقام الأول، تعليمه، صحته، مسكنه وأسرته، وكل ما من شأنه أن يجعل حياة أبناء الإمارات أكثر رفاهية وسلامة. فبادلهم أبناء الشعب الحب بالحب والإخلاص بالإخلاص والجميل بالعرفان والولاء الكامل حبا بالوطن وقيادته الحكيمة التي سخرت كل ثروات الوطن في خدمة أبناء الشعب. هذه العلاقة الفريدة النوعية هي السر في هذا الاستقرار والأمن والأمان غير المسبوق الذي تنعم به دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم ما تحتضنه بحب وتسامح من جنسيات لا حصر لها، رغم الشوط الهائل الذي قطعته في مجال البناء والتطوير والتحديث. علاقة أصحاب السمو رموزنا
قدواتنا علاقة الحكام والمحكومين، علاقة أسرة واحدة يحرص أبناؤها على رد الجميل لوطنهم وقادتهم حبا وفاء ولاء إخلاصا. هذه العلاقة تقوم على المحبة والاحترام. تقوم العلاقة بيننا وبين رموزنا حفظهم الله من أجل تحقيق مصلحة الوطن والارتقاء به وتثبيت أركانه ودعائمه. تقوم هذه العلاقة علاقة الأسرة الواحدة المتماسكة المتكاتفة التي يسعى كل فرد فيها للإسهام بدوره في تدعيم مسيرة النهضة والبناء في كافة المجالات، حتى تأخذ دولتنا مكانة متقدمة بين بلدان العالم. أصحاب السمو، شيوخنا الأكارم، الأوفياء النبلاء، يحرصون على زيارتنا في أماكن تواجدنا، يتفقدون أحوالنا، يسعون لتحقيق آمالنا، فلهم الشكر والتقدير والامتنان والثناء على ما يبذلونه من تسخير وقتهم في خدمتنا وراحتنا وتعزيز كرامتنا. ترابط الحكام بنا مواطنين علاقة وثيقة أسس قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وتبنتها قيادتنا الرشيدة كنهج تسير عليه إيمانا منها بأن التواصل بين أعلى قمة الهرم والشعب هو أساس الحكم والعدل الاجتماعي، مؤكدين حفظهم الله على أن الشورى هي أساس العدل وهو منهاج الحياة في كل مجالاتها. هذه العلاقة بيننا وبين قياداتنا لفتت أنظار الجميع من شتى بقاع الأرض، ووقف الجميع لها تقديرا واحتراما لأنها تمثل نموذجا متفردا في التعامل السلس بين القيادة والشعب، مكتسب من الفطرة، لأنه بكل بساطة مشتق من التراث الأصيل الإماراتي، قيمة تراثية حرص كل من المسؤول الكبير والشعب على إبقائها نابضة بالحياة مشتعلة رغم كل تغيرات الزمن. اللهم احفظ هذا الوطن وقيادته في كل الأزمان، واحفظ حكامنا، رموزنا، شيوخنا من كل سوء ومكروه. اللهم ارحم شهداء الوطن، اللهم انصر جنودنا في كل بقاع الأرض ومغاربها ومشارقها. كنا معكم أيها المواطنون الكرام في نقل حي ومباشر من قصر المشرف العامر بأبوظبي، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أبناء الوطن المهنئين بعيد
الأضحى المبارك، ثم استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. شكرا لكم على المتابعة، نلتقيكم في أعياد للإمارات لا تنتهي. لكم التحية جميعا من زملائي الذين شاركوني نقل هذه الصور النموذجية، وهذه تحياتي في الختام من أحمد عبد الله المجيني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم في نعمة وسعادة وبهاء. إذن كل عام وقيادتنا الرشيدة بألف خير، كل عام وشعب ودولة شعب دولة الإمارات وكل مخلص على هذه الأرض بأمن وأمان وخير وسعادة.